أخطر كتاب في العالم، هكذا جاء في غلاف أول ترجمة عربية لكتاب بروتوكولات حكماء صهيون. هذا الكتاب الغامض السري الذي خلق العديد من اللغط في العالم كله. هذا الكتاب الذي لا زالت تلتهمه الشعوب العربية إلى اليوم. ما هي قصته؟ ما محتواه؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة وبكل وضوح. أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. في هذه الحلقة سأتناول موضوع مهم يتعلق بكتاب خلق ضجة منذ خروجه للعلن. هذا الكتاب عمره الآن أكثر من 120 سنة. إنه كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، أكثر كتاب روج لمعاداة اليهود عبر التاريخ. رغم أن هذا الكتاب الآن لا يأخذ به أي باحث جاد في العالم الغربي، إلا أنه لا زال يباع ويتم الترويج له في البلدان العربية والإسلامية. الكثيرون يقتبسون منه حرفيا ويعتمدونه كمرجع. الكثيرون أيضا يعتبرون ما جاء فيه على أنه حقائق لا تقبل الجدل. في هذه الحلقة سأفصل لكم محتويات هذا الكتاب وما الذي جاء فيه وما ظروف كتابته وترجمته إلى اللغة العربية. خلونا نبدأ على بركة الله. كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وهناك نسخ كثيرة يعني معروضة للكتاب في للبيع في العالم العربي. أكيد ستجدونها حتى الآن في معرض القاهرة للكتاب لو أي واحد ذهب إلى هناك. نسخ كثيرة، مثلا هذه النسخة بروتوكولات حكماء صهيون وأصولها التوراتية والتلمودية لدكتور أحمد حجاز الساقة، الأستاذ المحاضر الأزهري، ومع هشام خضر صحفي من مكتبة النافذة. وطبعا هذا الكتاب يباع في كل البلدان العربية دون أي مشكلة. نبدأ عن هذا الكتاب. تم نشر الكتاب لأول مرة بشكل رسمي سنة 1903 باللغة الروسية إبان المذابح اليهودية. كانت وقتها تجري مذابح ضد اليهود واضطهاد لليهود من 1903 إلى 1906، وكان هذا الوقت هو وقت نشر هذا الكتاب. مجهول المصدر، رغم أني سأتحدث عن الكتاب، لكن هو مجهول المصدر في الأول، ما حدش عارف مين كتبه مين وراه. وكان الهدف من الكتاب هو تأجيج مشاعر الكراهية تجاه اليهود. وقتها كانت روسيا إمبراطورية والناس خايفة من ثورة، ويعملوا أنه في مؤامرة تحاك للإطاحة بالحكم، وفي ناس وراء هذه المؤامرات. الكتاب عبارة عن تجميع لسرقات أدبية من كتب أخرى، مش مكتوب أنه الكاتب فلان الفلاني، هو تجميع لسرقات أدبية من كتب أخرى كما ثبت لاحقا، مثل حوار في الجحيم بين مونتسكيو وميكافيلي لموريس جولي الكاتب الفرنسي في سنة 1864. فمقتبسات، هناك فقرات مقتبسة حرفيا في هذا الكتاب من الكتاب الذي أشرت إليه. يحتوي الكتاب بروتوكولات حكماء صهيون على 24 بروتوكول، يعني خطة متكاملة الأركان بالنسبة لهم لقلب الحكم في العالم وللتحكم في العالم. 24 بروتوكول ممكن بسهولة تتذكروها، أنه شهور سنة في مرتين، أو عدد أصوات بني إسرائيل في مرتين، أي شيء. 24 أو 24 ساعة، 24 بروتوكول موجودة في الكتاب. الضالعون المحتملون في كتابة الكتاب، طبعا كتب عن هذا الكتاب الكثير، وفي ناس أخذوا على عاتقهم التحقيق في مصدر الكتاب مين وراه. غالب الظن
بحسب ما تم التحقق منه لاحقا في واحد اسمه ماتيو جولوفينسكي، واحد صحفي روسي فرنسي وكان عايش بين فرنسا وروسيا، غالبا هو الكاتب الأصلي بحسب الذين درسوا هذا الكتاب وظروف نشأته، ولم يعلن عن نفسه وسرب النسخة، لكن تحت إشراف رئيس الشرطة السرية لروسيا وقتها، وكان هذا أيضا في فرنسا بيوتر راشكوفسكي، ما كلهم عندهم سكيدي راشكوفسكي. فبيوتر راشكوفسكي ده رئيس الشرطة السرية بإعاز منه كتب ماتيو جولوفينسكي هذا الكتاب وسربوه، ولكن لم ينشر تحت أسمائهم ولم يكن لهم علاقة بهذا، تم التحقق منه لاحقا غالب الظن، يعني أنا أعطي احتمال 80-90% لهذا الأمر. لكن اللي نشر أشخاص آخرون، يعني الكاتب مش هو الناشر. في واحد تشير إليه الأصابع في 1901، بافيل كروشيفان، صحفي روسي كان عنده صحيفة اسمها زنامية، تعني The Banner أو العريضة، وكان بينشر فيها على حلقات هذا الكتاب، مش كتاب لكن منشور على حلقات. طبعا خرجت نسخ بسيطة وقتها للكتاب لكن لم ينشر رسميا. فبافيل كروشيفان لما قرأت عنه، أصلا هو كان كاره لليهود كصحفي روسي، وكان عنده قصة شخصية، أخته اعتنقت اليهودية، فكان أيضا بيكرهها وعامل أنه اليهود اللي اختطفوها وهم اللي حولوها للديانة اليهودية، وقصة فعنده ظروف شخصية بالإضافة لميوله الصحفية اللي كانت ضد اليهود. وطبعا النشر الكبير اللي تم، سيبك من الصحفي وعمل الكتاب عبارة عن حلقات، إجا واحد هو اللي كان سبب في النشر الواسع للكتاب، كاتب روسي اسمه سيرجي نيلوس، كان ميستيك مسيحي، يعني واحد اللي بيكتب في الروحانيات والأمور الأخيرة وحيجي المسيح وحيجي ضد المسيح وحتقوم كذا، وبيفسر الظروف السياسية دايما من هذا المنظور. موجودين بكثرة على فكرة حتى اليوم مثل هؤلاء، يعني يجي بلك دي مع دي ويلزق دي في دي وملوش أي أصول لاهوتية، كان هو من النوع ده. فسيرجي نيلوس ده كتب كتاب اسمه مجيء ضد المسيح اللي هو أنتي كرايست وحكم الشيطان على الأرض، وفي الآخر حط فيه بروتوكولات حكمها صهيون اللي هي الملحق ده، حطه في الآخر على أساس أنه ده واقع وفي ناس أهو بيخططوا. ده باختصار إزاي الكتاب طلع. الترجمة العربية دي حصلت، احنا بنتكلم على 1901 بداية النشر في الجريدة، ثم 1903 النشر الكامل في كتاب، 1951 طلعت أول ترجمة للغة العربية عن طريق الإنجليزية، حتى مش عن طريق الروسية، عن الطبعة الخامسة بالإنجليزية. طبعا هو لما الكتاب اتنشر وترجم، في ناس فندوه وقالوا بأنه مزيف ومنسوب لليهود زورا، وأنه ما فيش أصول ليه ومكتوب بصيغة ما بتحددش مين اللي كان بيقول إيه، عام وأشياء عامة وما فيش تحديد لآليات أو أشياء دقيقة. بتعرف أنه الإشاعة بتستخدم العموميات، يعني ما فيش حاجة دقيقة، التفاصيل غير مذكورة. ففندوا في العالم كله حتى صحف غربية وكل شيء، لكن العرب دخلوا متأخرين كالعادة، يعني على الخط. أول ترجمة عربية رسمية على يد الكاتب المصري، طبعا مين هيكون هيتزعم الموضوع، لابد أن يكون الكاتب مصريا، رغم أنه اسمه محمد خليفة التونسي لكن ملوش علاقة بتونس، هو مصري. سنة 1951 ليه مهم التاريخ؟ لأنه 1951 لسه جروح النكبة موجودة عند العرب، ولسه بتؤلمهم الهزيمة الكبرى اللي في حربهم ضد اليهود سنة 1948 ضد إسرائيل، فلا زال يعني النكبة لا زالت معلمة على ظهر العرب. فقال لك إيه نعمل إيه؟ نترجم أي حاجة معادية لليهود، نترجم بقى بروتوكولات حكماء صهيون.
ونشرته دار الكتاب العربي في مصر، وكان الهدف منه تأجيج الكراهية ضد اليهود. خلينا نشوف مين هو بقى محمد خليفة التونسي اللي أخذ على عاتقه ترجمة الكتاب ده. واحد درس في الأزهر الدراسات الأولى، وبعدين كمل علمي، لكن دراساته أغلبها كانت دينية، ونشر أول نسخة سماها الخطر اليهودي. شايف الكتاب مسميه الخطر اليهودي، محمد خليفة التونسي، بروتوكولات حكماء صهيون، أول ترجمة عربية أمينة كاملة، أخطر كتاب في العالم. وكاتب مقال لمجلة روز اليوسف أنه هكذا قالت عنه في 1951. ويطلب من مكتبة الخنجي بمصر، مكتبة المثنى ببغداد، هي مطبعة دار الكتاب العربي 1951. لما تقرأ، نعمل زوم شوية، بروتوكولات حكماء صهيون، كتبت مجلة روز اليوسف، تمكنت إحدى الجهات المصرية الرسمية من الحصول على نسخة من كتاب خطير. لاحظ أنه جهة رسمية وهي اللي دخلت الكتاب وهي اللي أوعزت بترجمته. ده كله نتيجة 48، لأنه مصر كانت مملكة، والمملكة الأردنية والمملكة العراقية وسوريا ولبنان هم اللي هجموا على إسرائيل وهم اللي أكلوها، فلازم بقى ردت فعل كده. فقال لك الخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون، ودفع الثمن له مبلغ 500 جنيه. عاملين لك يعني عجبوا كنز كده هيترجموه، ولعل هذه النسخة هي الوحيدة في الشرق وأحدى 3 نسخ موجودة في العالم كله، مع العلم أنه كانت النسخ بالإنجليزية موجودة بالهبل، والناس كتبوا عنه وكل حاجة، لكن لازم يعملوا تهويل للموضوع. هذا الكتاب الخطير يتضمن الأهداف اليهودية العالمية السرية كما قررها زعماؤها، والوسائل التي اتفقوا على اللجوء إليها في سبيل تحقيق هذه الأهداف. ندخل بقى لمحمد التونسي ده، مدرس مصري ترجم بروتوكولات حكماء صهيون وتوفي بالكويت، من تلامذة الأديب الكبير عباس محمود العقاد، وشارك في لجنة تطوير الأزهر. ده اللي حاطط المنهج بتاع الأزهر اللي لسه لحد الآن بيعاني منه. شارك التونسي في لجنة تطوير الأزهر، وضع مناهج أقسامه الابتدائية والإعدادية والثانوية، وندب للإشراف على التجربة التعليمية في المعهد النموذجي للأزهر عام 61، وأعير للتدريس بالعراق، ثم انتدب إلى وزارة الأوقاف العراقية لإصلاح أحوال التعليم الديني. ده راجل متخصص في التعليم الديني، فهو منطلق من انطلاقات دينية بحتة خدمة للأجندة المصرية ضد اليهود، وعملوا ترجمة بروتوكولات حكماء صهيون للغة العربية، رغم علمهم بأنه تم تفنيده في الغرب، وأن هذا الكتاب ما صارش يسوى فلس عند العلماء الدارسين، لكن رغم ذلك ما هو البروباغندا لازم يستهلكها الشعوب، وصار واحد من الكتب اللي الناس بتكلم عنه وكأنه واو. في لما نشروه لاحظ كاتبين إيه؟ أيها القارئ، احرص على هذه النسخة، لأن اليهود كانوا يحاربون هذا الكتاب كلما ظهر في أي مكان وبأي لغة، ويضحون بكل الأتمان لجمع نسخه وأحراقها حتى لا يطلع العالم على مؤامرتهم الجهنمية التي رسموها هنا ضده، وهي مفضوحة في هذا الكتاب. خذ نسختك الوحيدة قبل أن يستولوا اليهود على كل النسخ في العالم ويحرقوها، ما تفضلش أي نسخة، اشتري بسرعة واعمل. وده الظروف اللي نشر فيها الكتاب. في النسخة أعتقد الرابعة، الطبعة الرابعة، نجد عباس محمود العقاد عمل مقدمة للكتاب بعد ما ترجمه واحد من تلامذته محمد التونسي. وتجد عباس محمود العقاد مصدق ومش مصدق، يعني لما تقرأ المقدمة، يعني هو يؤيد أنه هذا الكتاب مهم، وفي نفس الوقت يقول لك في اختلاف، وإنصافا للتاريخ أنه في قيل وقال عنه. يقول إن هذا الكتاب لا يزال لغزا من الألغاز في مجال البحث التاريخي ومجال النشر والمصادرة، فقلما ظهر في لغة من لغات، إلا أن يعجل إليه النفاد بعد أسابيع وأيام من ساعة ظهوره. وبعدين بيقول كل ما وصل إلينا، يعني قبل ترجمة محمد التونسي ده،
كل ما وصل إلينا من طبعات فهو صادر من المطابع الخاصة التي تعمل لنشر الدعوة ولا تعمل لأرباح البيع والشراء. يعني قبل النشر الرسمي كان في مطابع خاصة بالدعوة يوزعوه مجانا، الدعوة الدينية، فالناس بيوزعوه مجانا عشان الناس تستهلك هذا الكتاب ده، ويوريك أنه كان الغرض منه بس البروباغندا. ويقول المترجم هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر في العالم. الله، لما تقرأ ما توصلش لهذه النتيجة خالص يعني. ولا يستطيع أن يقدره حق قدره إلا من يدرس بروتوكولات كلها كلمة كلمة في أنات وتبصر. وبعدين بيقول يعني إيه الهدف من الكتاب؟ لما تقرأ هتشوف ستنكشف له مؤامرة يهودية جهنمية تهدف إلى أفساد العالم وانحلال الإخضاع كله لمصلحة اليهود ولسيطرتهم دون سائر البشر. يعني في مؤامرة كبيرة وفي دولة سرية كده واليهود هم اللي ماشيين العالم كله، وعارفين إنه الكذبة دي لا زال يؤمن بها الكثيرون إلى اليوم، إنه اليهود وراء كل شيء بيحصل في العالم، فالسبب هو بروتوكولات حكماء صهيون. يقول المترجم، عمل مقدمة طويلة للترجمة الأولى والطبعات اللي تالت، ولو توهمنا أن مجمعا من أعتى لبالس الأشرار قد انعقد ليتبارى أفراد أو طوائف منفردين أو متعاونين في ابتكار أجرم خطة لتدمير العالم واستعباده، إذن لما تفتق عقل أشد هؤلاء الأبالس إجراما وخسة وعنفا عن مؤامرة شر من هذه المؤامرة التي تمخض عنها المؤتمر الأول لحكماء صهيون سنة 1897، وفيه درس المؤتمرون خطة إجرامية لتمكين اليهود من السيطرة على العالم، وهذه البروتوكولات توضح أطرافا من هذه الخطة. طبعا البروتوكولات مفروض أنها شيء سري، وأن اليهود اجتمعوا في سويسرا في سنة 1897 وعملوا خطة جهنمية، مع العلم أن المؤتمر اللي اتعمل في سويسرا كان مؤتمر علني حضروه 200 وكذا شخص، وكان في صحفيون فوق 26 صحفي حاضرين، وفي صور وفي محاضر وفي خطابات تلقى علانية بيسمعها الكل، لكن هم عاملين لك لا، هذا المؤتمر كان فيه خطة سرية لتسيير العالم. ويسمى برنامج بيسل، اللي هو بيسل بروجرام، ممكن تعمل عليه بحث في جوجل، فيه الأشياء اللي عرضوها اليهود اللي اجتمعوا في هذا المؤتمر، أربع أشياء قالوا إنه إحنا نريد وطن لليهود في فلسطين، وحيكون بحسب القوانين، وحنعمل أربع أشياء عشان الوصول لهذا الهدف. من بين هذه الأربع أشياء أنه حنشجع المزارعين الحرفيين للهجرة هناك، والشيء الثاني حنعمل تكتلات تجمعات وجمعيات كل بلد بحسب قوانينه لليهود، وثالث حاجة حنحصل على منح وتبرعات، ورابع حاجة أنه حننشر نزيد من يعني الاعتزاز بالهوية اليهودية والوعي بيهوديتنا فقط. يعني فيش 24 بروتوكول وخطة جهنمية سرية، هم عايزين ينسبوا للمؤتمر ده، مع العلم المؤتمر ده عندنا وثائق عنه، وعندنا صور حتى المؤتمرون عندنا صورهم وعندنا كل حاجة، لكن ده طبعا المؤامرة دايما لازم يقول لك كان في وثيقة سرية وسربها لي حد ومحدش بيعرف إلا أنا اللي نشرت الموضوع ده. المترجم بيقول وصلت هذه الوثائق السرية إلى أليكس نيكولا، واحد في أعيان روسيا الشرقية في عهد القيصرية، فقدر خطواتها ونياتها الشريرة ضد العالم، لا سيما بلاده وروسيا، ثم رأى أن يضع في يدي أمينة أقدر من يده على الانتفاع بها ونشرها، فدفع إلى صديقه العالم الروسي الأستاذ سيرجي نيلوس، اللي قلت لكم ده اللي كان بيكتب عن الأيام الأخيرة وظهور ضد المسيح وكذا، فقال لك أنه شوف الوثائق دي كانت سرية وحد سربها. مين سربها؟ قالك سيدة فرنسية، شايف اللفة، أثناء اجتماعها بزعيم من أكابر رؤسائهم في وكر من أوكارهم الماسونية السرية في فرنسا. أنا
تختلس يعني واحدة كانت مع واحد كبير بتاعهم حاطط الوثائق جنبهم وهي جمعية ماسونية سرية واختلست وراحت أخذتها وادتها لواحد من كبار روسيا واداها لصديقه الكاتب والكاتب نشر. شوف اللفة كلها ثم تفر بها والوثائق المختلسة. هذه هي البروتوكولات التي بين أيدينا، لا المصدر معروف، لا السيدة معروفة، لا الطريقة. واليهود كتبوها بالروسية، ما كتبوهاش بالعبرية ولا بأي لغة تانية. والسيدة الفرنسية بتعرف الروسية وعرفت أن هذه وثائق مهمة، اللي هو القصة كلها بتوحي بي أنه الأمر فيه ما فيه. والكاتب بيروح يعمل لنا عناصر المؤامرة الصهيونية، ده المترجم لسه محمد التونسي بيقول لك الخطة السرية غايتها الاستيلاء على العالم أجمع لمصلحة اليهود وحدهم. تنضج هذه الخطة السرية بما أثر عن اليهود من الحقد على الأمم لا سيما المسيحيين والضغن على الأديان لا سيما المسيحية. يعني اليهود بيحقدوا على المسيحيين والمسيحية وبيتأمروا على أوروبا. ده كان الغرض من الكتاب في الأول. ثم يبدأ المترجم، يعني ده كتاب الآن بيباع مثلا في مصر وبيقول لك مصر بتعاقب على ازدراء الأديان. خلينا نوريكم ازدراء الأديان بقى. ده واحد أزهري وهو اللي حاطط مقررات الأزهر. شوف بيقول لك إيه في المقدمة اللي عملها الـ 24 بروتوكول. وإله اليهود يهوى كما تصوره كتبهم المقدسة ليست له إلا صفات شيطان. تخيل بقى أنا أكتب كتاب أقول في مصر هيسمحوا بي، أقول الله في الإسلام له صفات الشيطان، مش هيسمحوا بي. أو هو أحد أصنام اليهود القديمة أيام كانوا وثنيين بدوا وقد حورت صفاته الوثنية بعد التحوير، ومنها أنه صار مجردا بعد أن كان مجسدا. يا اللي سامحين بنشر هذا الكتاب بيقول عن إله المسيحيين واليهود بأنه شيطان. ده يباع الآن في معرض القاهرة على فكرة. بيقول إيه برضو محمد التونسي ده، أن الإله يهوى كما وصفته التوراة شيطان متوحش شرير شغوف بالخراب والفساد وإراقة الدماء، وأن قارئ التوراة إذا حاول أن يتبين صفات يهوى رب الجنود وسيرته مع شعبه المختار وجب عليه أن يتصوره مخلوقا شيطانيا مسرفا في الحب والتدليل لشعبه المختار، وهو أعجز المخلوقات حيلة في سياستهم وسياسة خصومهم، فبينما هو راض عنهم كل الرضا إذا هو ساخط عليهم كل السخط، وهو مفرط في الحقد والكراهية أو الكراهة لأعدائهم. فهو لذلك ولأنه لا حد لقدرته ولعدم حيلته ينزل ضرباته على هؤلاء الأعداد في إسراف وجنون وقسوة لا حد لها، وينتقم لأتفه الأسباب أبشع انتقام. ورغم قدرته التي لا حد لها مخلوق جبان. ده إله اليهود والمسيحيين وكاتب عنه واحد خريج أزهر واللي واضع مناهج الأزهر. والكتاب ده منشور قال لك انه يهوى ده هو السبب في ان اليهود عاملين مؤامرة عالمية عشان يحكموا العالم وعاملين 14 بروتوكول. بيوضح كمان بيقول لك ان تعاليم اليهود سواء في التوراة او في التلمود كلها توجب على اليهود ان يستحل في معاملة غيره كل وسيلة قبيحة كالسرقة والخداع والظلم والغش والربا، وعشان كده عمل البروتوكولات، بل القتل أيضا كما فعل موسى حسب تصوير توراتهم وتلمودهم حين قتل المصري في أنات وبصيرة مستحلا دمه. إن اليهود بيستحلوا القتل زي ما موسى قتل المصري، توراتهم بتعلمهم كده. بل إن قتل الأمم كما يقول الربانيون يعني الرابايز قربان إلى الله يرضيه ويتيب عليه. فين ده؟ فين ده في التوراة أن الله بيرضى لما تذبح واحد وتقدمه؟ أعتقد هو بيتكلم عن الإرهاب الإسلامي مش على شيء في التوراة، لأن الأمميين أعداء الله واليهود وهم بهائم لا حرمة في قتلهم، ويجب ويعجب الناس من كلمة كذا. المهم تخيل بقى ده في كتاب يباع الآن على عيني وعينك يعني كل الناس ويروج على أساس أنه حقيقة. والمثل العليا لليهود وهم
الإله كما يتصورونه، أنبياؤهم وأبطالهم كما تصورهم التوراة والتلمود وغيرها وغيرهما، وسير ربانيهم وزعمائهم عامة. هؤلاء المثل المقدسون الذين يعتقد اليهود في حياتهم بقداستهم هم أسوأ مثل للإنسان. أنبياءكم يا مسيحيين ويا يهود هم أسوأ مثل للإنسان. فكتبه المقدسة تحكي من فضائح إلههم وأنبيائهم وعظمائهم ما يسلك أكثرهم في عداد أكابر المجرمين. يعني أنبياءكم يا مسيحيين في التوراة ويا يهود هم من أكبر المجرمين، وهذا مصدر من مصادر الشر في نفوس اليهود الذين هم أشد الناس تمسكا بشرائعهم الهمجية. السبب في البروتوكولات هو التوراة والكتاب المقدس، وأنه إجرام الأنبياء هو اللي خلى اليهود يكونوا مجرمين. دي النظرية بتاعته. بيقول أنه على حين أن اليهودية تعفي أتباعها من كل قانون مع غير اليهود، مش لازم تلتزم بأي قانون، ممكن تعمل أي حاجة في غير اليهود، وده غير صحيح على فكرة، لكن خلينا نمشي معه. وتبيح لهم كل رذيلة معه، اعمل أي رذيلة مع غير اليهودي، وتحتكر لهم نعم الدنيا ومتع الجنة. يعني اليهود عندهم متع الجنة برضو، عندهم أنهار وحور عين وكذا. الكاتب ينسب ما عنده لليهود، خلينا ماشيين معه. وهذا أصل لا ريب من أصول البلاء الذي لا خلاص للعالم منه. لاحظوا محمد التونسي ده خريج الأزهري، واضع مناهج الأزهر، بيقول لك لا حل إلا بتصفية اليهود، إلا بتصفية اليهود أو نفيهم في مكان منقطع يمنعون فيه الاتصال بغيرهم، أو إعادة تعليم أطفالهم آدابا غير آداب ديانتهم البدوية وتعاليمها الوحشية. ده كتاب الآن يروج ويباع ويدافع عنه الناس. يوسف زيدان في واحدة من المقابلات قال عنه هذا الكتاب أهم من التوراة عند اليهود، مع العلم أن اليهود ما بيعترفوش بده كتاب مزور ومنحول، رغم أنه تراجع بعد كده في سنوات وقال أنه هذا الكتاب غير صحيح ومزيف. لكن في الأول لما كان مدير مخطوطات الإسكندرية حط التوراة إلى جانب بروتوكولات حكماء صهيون وعملت ضجة وقتها. وفي مصر اتعمل مسلسل فارس بلا جواد عن الموضوع، والناس عاملين انه ده حقيقة، الكتاب ده حقيقة. والدليل على ان عندهم ان اليهود بيعملوا مؤامرة لحكم العالم، قال لك هم يستفيدون وحدهم في السلم والحرب اكثر من المسالمون المحاربين. هم الذين دعوا الى انشاء عصبة الامم. لاحظ انه اليهود هم اللي عملوا عصبة الامم بعد الحرب العالمية الاولى، وكان اكثر السكرتيرين فيها يهود، وهم اللي عملوا مجلس الأمن وهيئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت دعوتهم إلى إنشاء مصلحة العالم إجمالا فنجحت بعض النجاح. يعني هم اللي عاملين الأمم المتحدة، وهم اللي عاملين عصبة الأمم، وهم اللي عاملين مجلس الأمن، وهم اللي عاملين كل المؤسسات الكبيرة دي، مع العلم أنه ده غير صحيح، لكن ده اللي بيقولوه. وبعدين أستاذه العقاد بيقول لك إيه، ولن تفهم المدارس، برضو يقتبس من أستاذه، لن تفهم المدارس الحديثة في أوروبا ما لا تفهم هذه الحقيقة التي لا شك فيها، هي أن أصبعا من أصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم الأخلاقية وترمي إلى هدم القواعد التي يقوم عليها مجتمع الإنسان في جميع الأزمان. فهو عايز ينسب كل حاجة لليهود. قال لك اليهودي كارل ماركس وراء الشيوعية، اليهود هم اللي عملوا الشيوعية عشان يوقعوا روسيا التي تهدم قواعد الأخلاق والأديان، واليهودي دراخيم وراء علم الاجتماع الذي يلحق العالم الاجتماعي الكبير، قال لك إنه هو الذي يلحق نظام الأسرة بالأوضاع المصطنعة،
ويوم يروح ماشي في كده. واليهودي أو نصف اليهودي سارتر وراء الوجودية، يعني الوجودية هي ضرب لكرامة للناس، معززة كرامة الفرد، فجنح بها إلى حيوانية تصيب الفرد والجماعة بآفة القنوط والانحلال. وراح برضو سيغموند فرويد قال لك اليهودي الذي هو من وراء علم النفس يرجع كل ميول والأداب الدينية والخلقية والفنية والصوفية والأسرية إلى الغريزة الجنسية، قال لك برضو فرويد. فهم بيقول لك ماركس وفرويد وفي علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد وراء اليهود كي يبطل قداسته. فهم بيتأمروا علينا ده، حتى في الكتاب أريد أنه داروين نفسه هو أيضا من المؤامرة اليهودية، كل شيء في العالم وراءه اليهود، ده العقاد، ها؟ العقاد نفسه بيقول لك الكلام ده. تخيل أنه الناس عايشين في فكر المؤامرة دي. الناشر الأول اللي قلت لكم عليه الروسي ده اللي بيكتب في الأخرويات قال لك هذه الوثيقة وقعت في حوزتي منذ 4 سنوات، وهو بيكتب لقد تسلمت من صديق شخصي هو الآن ميت. طبعا لازم يكون في حد مخطوطا يصف بدقة ووضوح عجيبين خطة وتطورا لمؤامرة عالمية مشؤومة موضوعها هو جر العالم الحائر إلى التفكك والانحلال المحتوم. هذه الوثيقة وقعت في حوزتي منذ 4 سنوات، وهي بالتأكيد القطعي صورة حقة في النقل من وثائق أصلية سرقتها سيدة فرنسية من أحد الأكابر ذوي النفوذ والرياسة السامية من زعماء الماسونية الحرة. وقد تمت السرقة في نهاية اجتماع سري بهذا الرئيس فرنسا حيث وكر المؤتمر الماسوني اليهودي. يعني الوثيقة دي هي عبارة عن وثائق مسروقة، ما قالوا ليش مين سرقها، مين مسروقة منه، الوثائق كانت بتاريخ كام، ولا شيء. دي المقدمة للكتاب. طبعا أنا مش هقرأ لكم الـ 24 بروتوكول، فيها تكرار في الكلام وكلام إنشائي وعام، ومفيش صيغة متكلم حد يقول لنا قال فلان، لأنه الاجتماع اللي عملوه في سويسرا كل واحد كان عنده مداخلات وعندنا المحضر للمداخلات وكل حاجة، لا ما بيقولوش، هو عام وكده البروباغندا بتكون كده، ما مفيش حاجة واضحة. نبدأ بأول بروتوكول. أول بروتوكول، بروتوكول أولاني القوة. البروتوكول الأولاني أنه احنا هنستخدم القوة، أن القوة المحضة هي المنتصرة في السياسة، يجب أن يكون العنف هو الأساس، ويتحتم أن يكون ماكرا خداعا حكم تلك الحكومات التي تأبى أن تداس تيجانها تحت أقدام وكلاء agents. أن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير، ولذلك يتحتم ألا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا. يعني باختصار شديد هنستخدم القوة، نستخدم الشر، نستخدم الرشوة، نستخدم الخديعة، نستخدم الخيانة حتى نحكم العالم، واللي ما قدرناش نحكمه مباشرة نحكمه عن طريق وكلاء لينا. ده البروتوكول الأولاني. البروتوكول الثاني، سنختار من بين العامة رؤساء إداريين ممن لهم ميول العبيد. يعني الرؤساء بتاع الدول هيكونوا عبيد عندنا، مش ده اللي بيقولوه لنا الإعلام والمند وعينا أنه ملوكنا وحكامنا هم عبيد عند أمريكا وإسرائيل؟ كله من البروتوكولات، كله من البروتوكولات. بتقول له الرئيس الفلاني يقول لك ده عبد عند أسياده، ده بيمشي اليهود وبيمشي الأمريكان، وفلان ده عبد عند أسياد، كله من البروتوكولات. إنهم سيختارون، يعني هم اجتمعوا وقرروا هم هيحطوا مين على رأس كل دولة، ولن يكونوا مدربين على فن الحكم، هيبتدوا يخبصوا بقى ما يعرفوش يعملوا، ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا قطع الشطرنج ضمن لعبتنا. احنا بنحركهم زي قطع الشطرنج في ايدي مستشارينا العلماء الحكماء الذين دربوا خصيصا على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة. احنا اليهود اولادنا متدربين على حكم العالم، فاحنا هنختار وكلاء ايجنس عشان ما نبانش في الصورة، ونحط رئيس في مصر ورئيس وملك في المغرب وملك في السعودية وملك في ورئيس في فرنسا ورئيس في أمريكا، وإحنا بنمشي العالم كله زي لعبة الشطرنج. مش ده اللي بيعتقدوه العرب؟
ولا أنا غلطان؟ مش ده اللي اتقالنا في الإعلام وفي الكتب وفي الدروس وفي كل حاجة، ولا أنا غلطان؟ ده البروتوكول الثاني. أنا هبدأ في أخذ المكالمات، لكن ادوني شوية فقط أديكم 24 بروتوكول، أعمل لكم إيه؟ وعايز ألخصهم في ساعة. طبعا في البعض منهم أنا مش هركز عليهم كتير لأنه تقريبا تكرار لنفس الكلام. بيقول مثلا، لاحظوا هنا أن نجاح داروين وماركس ونيتشي برضو كلها من المخطط بتاعنا، إحنا اللي طلعنا داروين وإحنا اللي طلعنا ماركس وإحنا اللي طلعنا نيتشي، قد رتبناه من قبل. وأن الأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي غير اليهودي سيكون واضحا لنا على التأكيد. إحنا عاملين كل ده عشان عارفين حيعمل إيه بالأخير. ولكي نتجنب ارتكاب الأخطاء في سياسة وعمل الإداري، يتحتم علينا أن ندرس ونعي في أذهاننا الخط الحالي من الرأي، وهو أخلاق الأمة وميولها. فإحنا عايزين نفسد الأخلاق ونفسد السياسة ونفسد العلوم، فطلعنا داروين وطلعنا ماركس وطلعنا نيتشه، عايزين وطلعنا طبعا فرويد وطلعنا التانيين على سارتر وكل العلماء احنا طلعناهم عشان نفسد العالم، عشان الجو يخلو لنا واحنا نحكم العالم. البروتوكول الثالث، حتى الحركات التحررية في العالم اللي جات كنا احنا وراها. لقد أقنعنا الأمميين بأن مذهب التحررية سيؤدي بهم إلى مملكة العقل. قلنا لهم بالغش والخداع، نادوا بالحرية، نادوا بالحرية، وسيكون استبدادنا من هذه الطبيعة، لأنه سيكون في مقام يقمع كل الثورات ويستأصل بالعنف اللازم كل فكرة تحررية من كل الهيئات. تذكروا الثورة الفرنسية التي نسميها الكبرى، إن أسرار تنظيمها التمهيدي معروفة لنا جيدا لأنها من صنع أيدينا. إحنا اللي عملنا الثورة الفرنسية، تفكرين الشعارات اللي كانت بترددها الثورة الفرنسية؟ ما إحنا خدعنا بيها الفرنسا عشان نمسك فرنسا. ونحن منذ ذلك الحين نقود الأمم قدما من خيبة إلى خيبة، حتى أنهم سوف يتبرؤون منا لأجل الملك الطاغية من دم. فالبروتوكول الثالث، احنا بنستخدم فكرة الثورة والحرية وعيش وكرامة وكل ده عشان نسقط الأنظمة، عشان احنا نحط بتوعنا. شايفين؟ البروتوكول الرابع، لازم نفسد فكرة الله. احنا مؤمنين بإلهنا وعهدنا القديم كتابنا، لكن نفسد بقية الأديان. مش ده اللي كانوا بيقولوا لنا ان اليهود بيتأمروا علينا ويفسدوا ديننا ومش عارف ايه، وبيعملوا ويتخلقوا الانحلال وبيعملوا لنا وينشروا الفساد؟ ده البروتوكول الرابع، وهذا هو السبب الذي يحتم علينا ان نبتزع ننتزع هي يمكن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين، عشان أوروبا كانت لسه المسيحية قوية فيها، فالكتاب يتكلم غالبا عن أوروبا، وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية مادية. ثم لكي نحول عقول المسيحيين عن سياستنا، سيكون حتما علينا أن نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الأمم إلى مصالحها ولن تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عدوها المشترك. ولكن لكي تزلزل الحرية حياة الأمميين الاجتماعية زلزالا وتدمرها تدميرا، يجب علينا أن نضع التجارة على أساس المضاربة. احنا هنشيل فكرة الله من عندهم ونفسدهم، سواء علينا ب العلوم، نحط العلوم مكان الدين ونخليهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وإحنا نستفرد بالحكم. ده البروتوكول الرابع. البروتوكول الخامس، بكل هذه الوسائل سنضغط المسيحيين حتى يضطروا إلى أن يطلبوا منا أن نحكمهم دوليا. إحنا هنصير المحاكم الدولية، هنصير مجلس الأمن وكذا وكذا، إحنا نحكم كل العالم. وعندما نصل إلى هذا المقام سنستطيع مباشرة أن نستنزف كل قوى الحكم في جميع أنحاء العالم، وأن نشكل حكومة عالمية عليا. كل الناس اللي بيقول لك في حكومة عالمية سرية بتسير العالم،
صدقوني هم واخدين بروتوكولات حكماء صهيون فرغينها سوفت وير في دماغهم. سنضع موضع الحكومات القائمة ماردا مونستر يسمى إدارة الحكومة العليا. ستمتد أيديك المخالب الطويلة المدى وتحت إمرته سيكون له نظام يستحيل معه أن يفشل في إخضاع كل الأقطار. سنخضع كل العالم لنا في الاقتصاد، في التعليم، في السياسة، في العلوم، في الدين. سنسير العالم كله. دول اللي اجتمعوا في سويسرا حاطين كل ده، كل ده، والحرب العالمية الأولى هم اللي عملوا، والحرب العالمية الثانية هم اللي عملوا، والمجالس مجلس أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن ده هم اللي عملوا، واللي وقعوا روسيا وصارت اشتراكية بعدها هم اللي عملوا، واللي نشر الإلحاد في أوروبا هم اللي عملوا، واللي عمل الثورة الفرنسية هم اللي عملوا، واللي عمل الربيع العربي هم اللي عملوا. وسفق وكمل في الحكاية والناس هتسقف لك كلها. أنا ممكن أعمل شو وأعمل نظرية المؤامرة ويشوفوا مليون وأقول لكم كل ده من حبكة اليهود. ما سهل نظرية مؤامرة، أنت بتحتاج دليل، لأن يعني كله سري. أنا ما أقولكش مين أخذت معلومات ومين كان بيقول، وما أعطيكش مصادر. أنا بس أقولك بالمجمل أنه كانوا قاعدين وقعدوا يكتبوا، وسبحان الله بيكتبوا الأسرار اللي عايزين يخبوها على العالم، وبيكتبوها بالروسية، ومين اللي حتطلعها واحدة فرنسية، والأوراق كانت محطوطة. ما هو حتى لو كانت أمور سرية الأوراق كانت محطوطة كده، يعني كانوا بيتسلوا وهم بيشربوا ويسكي وشوية فول سوداني، كانت الأوراق محطوطة كده. مرة مرة يعمل الورقة كده ويشوف الورقة التانية فيها أسرار المؤتمر الدولي محطوطة هناك، وهي طلعة كده البنت أخذت منها كده ورقة كده وطلعتها للسيد، وفيها سبحان الله 24 بروتوكول، ودي اللي تشرف العقاد بالتقديم لها وتلميذه بالكتابة عنها ومطابع بقى. واستهلك يا عربي، استهلك، سجل، أنا عربي استهلك كل مؤامرة. البروتوكول السادس: لكي نخرب صناعة الأمميين غير اليهود ونصاعد المضاربات، سنشجع حب الترف المطلق الذي نشرناه من قبل. ننشر الفحشاء والمنكر، نعمل كازينوهات في السعودية مثلا، وسنزيد الأجور التي لن تساعد العمال، كما أننا في الوقت نفسه سنرفع أتمان الضروريات الأولية، متخذين سوق المحصولات الزراعية عذرا عن ذلك. على فكرة البروتوكول السادس هو السبب في رفع قيمة الدولار في مصر دلوقتي. البروتوكول السادس هم اللي عاملين كل، اوعى تصدقوا أي حاجة، هم اللي عاملين الحكاية كلها. والليرة اللبنانية برضو اليهود. ما هو عشان مصر رفضت تفتح المعبر، راحوا اليهود وقعوا الجنيه، وعشان لبنان فيها حزب الله راحوا وقعوا الليرة. أنا بمزح، أنا بوريكم النظرية المؤامرة بتعمل إيه، بتضرب المخ، فيروس بيضرب المخ. عوض انه المسؤول يكون داخل البلد ويتحمل المسؤولية نرميها على اليهود. ده البروتوكول السادس، ده البروتوكول السادس، انه احنا السبب في مصائب كل دولة فاينانشال، واحنا السبب في الانحلال الاخلاقي في اي مكان لو سميته انحلال اخلاقي. وكازينو موجود في حتة، اليهود اللي عملوا بس كده، يعني ارمي كل حاجة على اليهود. على فكرة احنا وصلنا لمرحلة لو صحيت الصبح ولقيت الحمام مش شغال بتاع المية، انسبها في اليهود وحتمشي، قول اليهود
كانوا السبب في بيع الكراسي بتاع الحمام عشان يقرفوا عيشتنا، عشان انا لما اضغط كده ما يطلعش الميه، يبقى هم السبب. وهتمشي هتمشي عوض انك تكون مسؤول وتقول انه انا عملت الخطا الفلاني. بروتوكولات حكماء صهيون اتعملت في وقت عايزين يرموا كل اللي كان بيحصل في اوروبا، عايزين يرموه على اليهود، وده ادى الى الهولوكوست اللي حصل وماتوا فيه اليهود. بعد كده اتقتلوا اليهود بسبب هتلر رمى كل المصايب على اليهود، وصاروا هم سكيب جوت، هم الـ يعني كبش الفداء. نفس الشيء بنعمل دلوقتي. انا ليه بعمل الحلقه دي؟ عشان الكتاب ده بيتسبب في كراهية، لا هو علمي، لا هو عقلاني، لا هو منطقي، لا هو صحيح، لا هو أخلاقي. الناس بتاكل المعلومات دي وبتصير عندها مسلمات، وبصيروا يناقشوك وكأنه ده هو الحقيقة المطلقة، وبتفسدهم روحيا، أخلاقيا، ذهنيا، كل شيء. عوض أنه كل واحد، يا جماعة ما فيش حكومة عالمية تسير عالم كله، إيه الهبل ده؟ وخيارات الشعوب بتأدي برضو إلى نكبات، وخيارات قادة هذه الشعوب برضو بيأدي إلى نكبات، وكل واحد لازم يكون مسؤول عن قراراته. أحيانا بتختلط المصالح وبيصير واحد مضطر يعمل كده، بين دولة ودولة، بين دول ودولة، بين حاجات كتيرة، بين سياسة دولية وسياسة محلية، لكن مش إلى درجة أنه في حكومة عالمية بالسر قاعدة بتمشيهم كماريونيت، يعني كل واحد يعمل اللي هي عايزاه. ده خلل في التفكير، خلل في التفكير. أي واحد يصدق بروتوكولات حكومة صهيون عنده لو آي كيو، بس الآي كيو بتاعه صفر. دي يضحك بيها على العامة اللي مستعدين يستهلكوا أي جنك فود، يعني أي حاجة يبلعوها. لكن العاقل اللي بيفهم ويبحث بيعمل بحث عميق، ما يروحش مع كلام العام ده. أنا فقط هعرض المسائل دي عشان نكمل فيها، لكن خليني أخذ المكالمة الأولى من أخ رامز. أهلا بك. ازيك أخ رشيد؟ أهلا وسهلا، تفضل. عندي مداخلة حاول تكون أقصر ما يمكن. تفضل. أولا العقلية، عقلية التأمرية، عقلية نظرية المؤامرة دي عقلية مأزومة. في نفس الوقت هي عقلية تأمرية، يعني هي عقلية بتخطط بتفكير تأمري حتى لو مش قادر تركزه على الواقع. وده بيخلي تقبلها للنوع ده من الأفكار سهل وبسرعة. بالإضافة لأنه طريقة البروباجندا بأنها تنشر حاجة هي أنها تحط لها كلمة سر. يا ما اشترينا كتب تافهه من على الارصفه بمجرد ان كان اسمها سر اي حاجه. سر اي حاجه. صح. سر البلوزه الصفراء. سر اللي اكل الجبنه. الطريقه دي بتخلي العقل يدخل في دايره، في حاله من الغموض المحبوط، فيشتري الفكر. صحيح. دي اول حاجه. ثاني حاجه هي نظريه، اعتبرها نظريه دلوقتي. خد اي ادعاء في البروباجندا العربيه والاسلاميه واعكسه بالظبط يبقى هو الحقيقه. يعني كل ما هو مثلا متقال في هذا الكتاب عن يهوى اعكسه بالظبط ده يبقى الله. بالظبط العكس بالظبط، تكاد هذه النظريه ما خيبتش معايا. نعم. مش شايف اخ رامز، خليني اسالك سؤال، انه هذا الكتاب الان يعني ملوش اي قيمه عند في العالم الغربي، لكن لسه له قيمه كبيره في ناس بتعتبره انه حقائق مطلقه عندنا في جانبنا من العالم، يعني علشان بيتروج له ويتخدم. يعني من سنين مش كبيره الممثل المصري محمد صبحي عمل مسلسل من 30 حلقه، الفكر الكور بتاعه هي الكتاب الوهمي ده. صحيح. عايزك تتخيل كتاب مشكوك في لا محتوم عدم اصالته وترجمه عربيه كمان، يعني كارثة. فهو الكتاب لسه بيتخدم لما يتعمل مسلسل من 30 حلقه. صحيح. القلب بتاعه هو التخاريب دي، فهو لسه بيتم الخدمة عليه. صحيح صحيح بس. صحيح. أتمنى ما شوفش في الحلقة واحد
ويطلع بالصدفه مسيحي ويروح قايل لك يا اخ رشيد طب مش كل اللي في الكتاب ده بيتحقق، لانه بجد ساعتها هتجيلي جلطه فعلا. سلامتك، اشكرك اشكرك. خلينا نشوف البروتوكول السابع وبعدين اخذ مكالمه تاني. قال لك في كل اوروبا وبمساعده اوروبا يجب ان ننشر في سائر الاقطار الفتنه والمنازعات والعداوات المتبادله، فان في هذه فائده مزدوجه، فاما اولا فبهذه الوسائل سنتحكم في اقدار كل الاقطار التي تعرف حق المعرفه ان لنا القدره على خلق الاضطرابات كما نريد، مع قدرتنا على اعاده النظام، وكل البلاد معتاده على ان تنظر علينا مستغيثه عند الحاح الضروره متى لازم الامر. اما ثانيا فبالمكايد والدسائس سوف نصطاد بكل احابلنا وشباكنا التي نصبناها في وزارات جميع الحكومات، ولا نحبكها بسياستنا فحسب بل بالاتفاقات الصناعيه والخدمات الخدمات المالية أيضا. يعني خلينا نضرب ده بده، البروتوكول السابع خلينا نضرب ده بده. البروتوكول الثامن أننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين، هنتحكم في الاقتصاد. ده لا، ده البروتوكول الثامن. البروتوكول السابع اضرب ده بده، البروتوكول الثامن خلينا نتحكم في الاقتصاد. وهذا هو السبب في أن علم الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي يعلمه اليهود، وسنكون محاطين بألوف من رجال البنوك وأصحاب الصناعات وأصحاب الملايين، وأمرهم لا يزال أعظم قدرا. هيقولك احنا هنتحكم في الفلوس. البروتوكول التاسع، احنا هنعمل متسلطون في الحكم، مقررون للعقوبات، نقضي باعدام من نشاء ونعفو عن من نشاء، ونحكم بالقوة القاهرة. لا تزال في ايدينا الفلول التي كانت الحزب القوي من قبل وهي الان خاضعة لسلطاننا. سنسخر في خدمتنا اناس من جميع المذاهب والاحزاب. اننا مصدر ارهاب بعيد المدى برضو القوة زي البروتوكول الأولاني. ما أنا بقول لكم أحيانا بتتكرر، لكن في البروتوكول العاشر بيقول لك ولقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية، لقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية، يعني الدساتير والدولة الحديثة هي حبكة مننا التي احتلت مكان الأوتوقراطية، وهي وحدها صورة الحكومة النافعة لأجل الأمميين. فالدستور كما تعلمون ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العقيمة. ده بيوريك أنه كانت روسيا امبراطورية وكانوا ضد دولة، الدولة لما تكون في شكلها الحديث بخيارات ديمقراطية بدستور بكل شيء، كانوا ضد ده. فعملوا أنه ده الدساتير وقيام عصر جمهوري، عندئذ وضعنا في مكان الملك ضحكة في شخص رئيس يشبهه، فإحنا هنزيل الملكيات وهنحط جمهوريات، وده إحنا ضحكنا كده على العالم. فالجمهوريات هي حبكة يهودية، والدساتير حبكة يهودية، وكل ده حبكة يهودية. فده باختصار هو البروتوكول العاشر. خلينا ناخد الأخ محمد من باريس. أهلا بك. مساء الخير رشيد. أهلا وسهلا بك، تفضل. محمد من باريس. أهلا بك. انا عندي شهور وتابع البرنامج تاعك، وتلاقيت معك في باريس في ملتقى المسيحيين، لكن مرحبا. ما تذكرش بيا، تكلمت معك رابيدمون. انا من الجزائر، امازيغي. اهلا وسهلا بك. اعتنقت المسيح في 99. نعم. على ليبوك في الماضي لم اكن اعرف برنامجك، لكن قبل ما نقبل المسيح كنت مضطهد كبير للمسيحيين في المنطقه اللي اسكن فيها. نعم. كنت نخدم برامج لكي كيف نصل الى قتل المسيحيين pour les liquider quoi. نعم. الرب يسوع لمس قلبي وطافير استخدم فيديو تاع احمد ديدات. الدعوه الاسلاميه وننشر في الفيديوهات، استخدمت فيديو تاع احمد ديدات. لما شفت الفيديو كنت بدات اتساءل على اللي داروا الفيديو كي المونتاج اي تو، قلت
كاين يا كاين شوز كاين حاجات مخفيه وبديت نحوس. نعم. جبت الكتاب المقدس وبديت نحوس سنه ونص بعد تقبلت المسيح. نشكر ربنا أجلك أخي محمد، لكن نظرا لضيق الوقت احنا أتمنى نبقى على تواصل معك، لو تعطي التليفون في الكنترول روم حتى نتواصل ويكون موضوع خارج هذه الحلقة لأنه موضوعها مختلف. أنا أشكرك. أشكرك على معليش أخي لأنه عندي الهزال الكثير والوقت خلاص تقريبا راح. أنا بسرعة بعجالة، البروتوكول 14 لن نبيح قيام أي دين غير ديننا، يعني الديانة اليهودية، أي الدين معترف بوحدانية الله الذي ارتبط حظنا باختياره إيانا كما ارتبط به مصير العالم، ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان. أصلا الناس اللي كانوا مجتمعين في سويسرا في المؤتمر الصهيوني الأول أغلبهم ما كان لهمش علاقة بالدين، كانوا عايزين حاجة مدنية ما لهاش علاقة بالدين أصلا، وما كانوش يعني متعصبين ليهوديتهم. يعني البروتوكول 15 سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حتى نحصل نهائيا على السلطة، متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية. بروتوكول 16 رغبة في تدمير أي نوع من المشروعات الجمعية غير مشروعنا، سنبيد العمل الجمعي في مرحلته التمهيدية، أي سنغير الجامعات يتحكموا في التعليم. البروتوكول 17 سنحط من كرامة رجال الدين، ده تقريبا خلاصة البروتوكول 17. البروتوكول 22 الذهب، سنتحكم في الذهب. البروتوكول 23 سنحكم لما نحكم وقتها، البروتوكول 23 لما نحكم ندرب الناس على الحشمة والحياة، يعني عكس اللي بنعمله الآن كي يعتادوا الطاعة، ولذلك سنقلل مواد الترف، ده بعد حكمنا حيصير البروتوكول 23. بروتوكول 24 سنحكم يكون الحاكم من نسل داود ويستمر إلى اليوم الآخر، وسنحكم العالم كله ونمسك مقاليد الحكم. ده خلاصة يعني البروتوكولات. وطبعا البروتوكول 24 بيقول إن قطب العالم في شخص الحاكم العالي الخارج من بدرة إسرائيل يطرح كل الأهواء الشخصية من أجل مصلحة شعبه، إن ملكنا يجب أن يكون مثال العزة والجبروت، وقعه ممثل الصهيون من الدرجة 33 في الصهيونية في مراتب درجة 33. ما هو كله عند كاتب بروتوكولات حكومية صهيون كله عنده صابون. المهم الخلاصة إن هناك مؤامرة يهودية عالمية، هذه المؤامرة تستخدم الحكام والسياسة والتعليم والاقتصاد والصحافة والذهب والحرية والانحلال الأخلاقي والمظاهرات والابتعاد عن الدين لكي تحكم العالم. الحل هو التصدي لليهود والتخلص من اليهود كما قال مترجم الكتاب. هل هذا كتاب ينبغي أن نحتفل به ونقرأه ونروج له وننشره؟ أليس هذا الكتاب سيكون سبب خراب الشعوب، سبب للكراهية والتطرف، وسبب في خراب المنطق وتحمل المسؤولية؟ مش هذا الكتاب يزدري المسيحية واليهودية؟ إذن أنا أدعو كل واحد يعيد النظر، أي واحد يعتقد بصحة هذا الكتاب يعيد النظر. هذا الكتاب مرفوض، خرافي، منحول، لا قيمة علمية له على الإطلاق. ألقاكم في حلقة قادمة وإلى اللقاء.